ثواني، ليه ده عشان تعمل تضيف معلومات خاصة بتخصيصات الشقة بالشكل دوت؟ طبعا هو بيشتغل داخل الريفت، هنا بنعمل الروم وبندخل المعلومات. بعد كده لما بنيجي نعمل التاج بنلاقي ان هو طفلنا ان انا ادخل معلومات خاصة بشقة بالشكل دوت. فبلاقي عندي معلومات خاصة بعدد غرف المعيشة في الشقة، وفي حاجات خاصة بتجميع الغرف في الشقة، ومعامل منطقة لمساحة الغرفة ومساحة الغرفة، هو بقى بيبدأ يديني المعلومات كلها. هو بيتم تحديد منطقة المعيشة على انها المساحة الإجمالية للشقة بمعامل 0.75.